اللهم عاملها بالإحسان، اللهم إنها في أمانك وفي ضمانك وأنت أكرم الأكرمين. اللهم يا من تجير المستجيرين، يا ربنا لا نعترض على قضائك، لا نعترض على قضائك، نسألك أن تجعل الليل أسعد ليالينا، أن تجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أن تجعله نورا وضياء يا أرحم الراحمين. اللهم أرها منزلتها من الجنة، اللهم أكرمها بحسن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنها شهيدة في طلب العلم وأنت أكرم الأكرمين، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، اللهم ارحمها رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم ارحمها رحمة تسع السماوات والأرض، اجعل في قبرها نورا على نور لا ينقطع يا أرحم الراحمين. اللهم وافسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم واغفر لها واصف عنها، باعد بينها وبين فتنة القبر، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها ضاحكة مستبشرة، اللهم اغفر لميتنا واغفر درجة وارفع درجته في المهديين، واخلفه يا ربنا في عقبة الغابرين، واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. اللهم إن نيرة في ذمتك وفي أمانك وفي ضمانك يا أرحم الراحمين، فجازها عن الإحسان إحسانا، جازها يا ربنا عن الإحسان إحسانا، جازها يا ربنا عن الإحسان إحسانا، عن الإساءة يا ربنا عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لها ولنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وعبدك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا عاصم خد سنة يمين، خد سنة يمين. بص بص بص. لا. ايوه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، واسع يا ربنا مدخلها، اغسلها يا ربنا بالماء والثلج والبرد، نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، افسح لموتانا وموتى المسلمين، مد بصرهم في قبورهم وافرش قبورهم بالرضا والنور، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم آتها برحمتك ورضاك، اللهم آتها برحمتك ورضاك، وقها فتنة القبر وعذابه، اللهم قها فتنة القبر وعذابه، وآتها يا ربنا برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث عبادك يوم القيامة. اللهم استرها يوم عرض عليك، فوق الأرض يا ربنا وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. متابعينا شكرا لحضراتكم، كنا معاكم من هنا من أسرة، من داخل منزل أسرة ضحية الغدر الشهيدة بإذن الله نيرة ابنة مدينة المحلة الكبرى. توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يجعل الجنة مسواها ومأواها، آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الليل أسعد لياليها، وسع يا ربنا قبرها، اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم مثل متابع موقع بصراحة كنت معاكم من منزل نيرة أشرف أثناء تأدية واجب العزاء من جميع الأهالي والأصدقاء، والدعاء لنيرة نرجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. نيرة التي ألقت مصر على يد أحد زملائها حالة من الحزن التي تسيطر على أهالي المحلة، أهالي نيرة في حالة من الانحيار والحزن الشديد، ما زالت حالة من الانحيار والحزن الشديد تسيطر على أهالي نيرة بعد والجنازة أمس. طبعا نزل التليفون عن إذنك.
يقدر ظروف الناس يا جدعان. انا قلت لك عن اسم يا ريس، عن اذنك عن اذنك بالله. طبعا ممكن بصراحة أستكمل مع حضراتكم في فيديوهات أخرى كل جديد في قضية نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة. كنت معكم هبة عمارة رئيس الموقع بصراحة لمحافظة الغربية.